انا كده عمال اصور حاجات كتير جدا. تمام، خلينا ندخل هنا. في ايه؟ ميشيل was supported entering the manager office. اوه لا مش قصدي والله، بيحسبوني ان انا قاصد. لا مؤاخذة يا اختي. ونقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اهلا بكم جيش مكتشفين في حلقة جديدة من حلقات سلسلة جي تي اي في. والنهاردة ان شاء الله شبه هنسرق محل مجوهرات من غير اي تأخير، خلينا ندخل في الحلقة. طبعا اللي انتوا شايفينه راكب معايا ده هو اللي اقترح عليا الفكره، بيقول لي تعالى نسرق محل مجوهرات. انا اللي هيصل هيقول لي ليه انت رايح يعني ليه بتلعب مهمه لمايكل؟ مش الحلقه اللي فاتت اللي تقدر تشوفها من الايل هنا والايل على الشمال دي كانت لمايكل؟ فين مهمات فرانكلين بقى؟ مع الاسف انا مش لاقي مهمات فرانكلين لغايه دلوقتي، يعني مفيش مهمات على الخريطه لفرانكلين، فمضطر ان انا اعمل مهمات لمايكل. فخلينا من غير اي تاخير. الحمد لله لحقت نفسي. يعني تقريبا انا لابس نظارة. يا مرحبا يا مرحبا، ده انا لابس نظارة فيها سماعات بلوتوث وفيها كاميرا وفيها حاجات جامدة اوي. فخلينا ندخل هنا كده بسرعة. ده محل المجوهرات ولا اللي بعديه؟ لا اللي بعديه هو محل المجوهرات. اوكي هندخل نمشي بالراحة. السلام عليكم. ايوه بقى حل مجوهرات بقى. يوز ذا كليست تو تيك بيكتشرز. المفروض ان انا اخد صوره كده، انا كده عمال اصور حاجات كتير جدا. تمام خلينا ندخل هنا. في ايه؟ ميشيل was supported entering the manager office. اوه لا مش قصدي والله، بيحسبوني ان انا قصد. لا مؤاخذه يا اختي، بيحسبوني ان انا قصد ان انا ادخل المكتب بتاع مدير محل المجوهرات. ما يعرفوش انا داخله تطفل، يعني استنى بحسبه مجوهرات خاصه او حاجه فقلت اصوره يعني. حول ولا قوة الا بالله. خلينا نمشي بقى بالراحه بالبدله الحلوه دي، باين ان احنا ناس جامده بقى. حبيبي انا والله البدله بتعمل شغل. اوكي خلينا نعمل كده، نقعد ناخد شويه صور. شكرا يا حبيبي. طبعا هنا هو الشباب. ايه ده؟ استنى بس، ايه عايزنا ارجع للستور تاني؟ ايه طب هو عايزني اصور له ايه؟ يا ابني افتح الباب، انت ايه مش شايف البدله ولا ايه؟ تخنيله. اوكي خلينا لا امشي ماشي امشي جاري. طبعا اللي حاسس شباب ان انا دخلت قلت للبنت اللي واقفه انا عايز خاتم مجوهرات بقى ب 10 جرام ومش عارف ايه، وقعدت اكلمها. لكن انا في الحقيقه بصور المحل علشان اسرقه تقريبا، او هو ليستر عايز الصور دي. اوكي خلينا نروح نشوف بقى هو عايز ايه. فايند ان اكس بوينت تو روف توب. بيقول لي عايزني الاقي اكسس بوينت للروف. بيقول لي امشي. ايه ما انا مش فاهم. حول ولا قوة الا بالله مش فاهم والله. وقال لي يعني حط العربيه عشان احنا عايزينها بجانب البتاع. عادي خالص تقريبا. ممكن من بتاع التكييف ده ممكن انط. يا اختي يا فرحه امك بيك. خلاص احنا ممكن نوفو كفايه تقريبا، صح كده ولا ايه؟ ده هو. اي يا ابني امسك في. ما بتتفرجش على اساسن كريد ولا ايه؟ نطلع من هنا. تمام فهمتك شويه. يا ابني بتنزل ليه؟ حول الله رب. ايوه اطلع هنا، دي اعلى نقطة يعتبر نقدر ان احنا نوصل لها. ايوه بس كده نقدر ان احنا نصور له من هنا. اوكي انا بحاول ان انا اخد له الصورة من كل حاجة تقريبا. حلو هو دلوقتي اكتفى بالصور. قال لي كفاية كده، ارجع بقى للعربية. طب ما انا كان ممكن انط من هنا ولا ايه؟ لا بقى مش عارف، خطير قوي لو نطيت من هنا هتبقى وقعه جامده ممكن يموت فيها فبلاش. اوكي خلينا نطلع نجري على العربيه. طيب طب ما انا ممكن بدل وجع القلب ده كله انزل. يا اختي يا ابني انت مالك النهارده؟ في ايه؟ صح والكلب ده صح. انت مال امك؟ مال امك انت؟ ممكن بدل وجع القلب ده كله انزل من هنا على هنا. اي وقع. بس حلو يعني بدل اللفه اللي كنا هنلفها. بس بالله عليك في حد كده محترم لابس الشيك ده وبدله ب 5000 دولار؟ انا ندمان على البدله دي، طلبت معايا ان انا البس بدله. اركب يا ابني العربيه.
اوكي خلينا ان احنا اكفي يا عم الموسيقى التنحه دي. حلوين اهدى اهدى ايه معاك بورش وهتدوسني بيها انت خلي بالك انت معاك بورش معايا اودي اسمها اودي ولا اودي اوكي مش شغال شغال عايش خلينا هنا بقى نفضل ماشيين هو الطريق طوالي ازاي ادي مش عماره انا بحسبها عماره طالعه كوبري اوكي طالعين نجري اهو يا حبيبي صباح ابيض صباح ابيض المفروض ان احنا نرجع ليه المكان اللي هو جبنا منه النظارات بتاعت التصوير اوكي يا شباب الحمد لله اول مره اعدي حلقه ما عملتش فيها حادثه تمام ده شيء كويس اوه كنا هنعمل حادثه بس اوكي الحمد لله الحمد لله يعني ده شيء كويس خلينا نركن هنا انت طالع تركن على السلم التهبل يا ابني اوكي يا شباب داخلين دلوقتي اوكي او بنحط الخطه ان احنا نسرق المحل بتاع المجوهرات بيها يعني الصور دي لقطت شويه حاجات نظام الحمايه والكاميرات والطريق والبتاع اللي بيعمل انذار يعني لقطت كل حاجه زي ما احنا شايفين عملنا تخطيط ان احنا نسرق محل المجوهرات اوكي يا شباب كده نكون احنا خصصنا الخطه عشان نروح نسرق محل المجوهرات في الحلقه الجايه ان شاء الله فما تنساش ان تشترك في القناه وتفعل الجرس ولايك للفيديو ده حاجه تفعل الجرس علشان يوصلك الحلقه الجديده بتاعت سرقه المجوهرات وتعمل كومنت قول لي فيه ايه رايك في الحلقه دي كان معاكم ياسر ناصر من قناه اكتشف العالم بتمنى ربنا انكم تكونوا استمتعتوا معايا بحلقتنا بتاعت النهارده في امان الله.